تماشيا مع رؤية المملكة 2030، عملت وزارة المالية على مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية التي تهدف إلى تطوير الإطار الرقابي في القطاع الحكومي وتطوير كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالجهات وتطوير قدرات المعنيين في الجهات بمفاهيم الرقابة المالية. وبناء على المبادرة، استحدثت الوزارة عدة أساليب رقابية بالإضافة إلى الأسلوب الرقابي المعمول به حالياً، وهي أسلوب الرقابة المباشرة المتبع حاليا، أسلوب الرقابة الذاتية، أسلوب الرقابة الرقمية والتقنية، وأسلوب رقابة التقارير. ومع انطلاق رحلة تحول الرقابة المالية إلى آفاق جديدة للوصول لمنظومة رقابية متكاملة، اهتمت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الحكومية المستهدفة بتمكين منسوبيها من أجل تطبيق المزيج الرقابي من خلال تنفيذ العديد من أنشطة إدارة التغيير والتدريب، مثل الحملات الإعلانية وورش العمل التعريفية والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى توفير مصادر معرفية متنوعة عن تحول الرقابة المالية ومراحل التحول، بما يشكل مرجعاً لمعلومات المبادرة ومستجداتها. وبعض هذه المصادر توفرها الوزارة وبعضها توفرها الجهات المستهدفة. أولاً، مصادر الجهات. تشتمل المصادر التابعة للجهات على قسمين رئيسيين، هما سفراء التغيير والمديرون. تم تفعيل شبكة سفراء التغيير تماشياً مع أفضل الممارسات في إدارة التغيير وبهدف دعم وقيادة عمليات التحول من خلال ترشيح مجموعة من منسوبي الجهات والعمل على تمكينهم لدعم وتنفيذ أنشطة إدارة التغيير. ويرتكز دور سفراء التغيير بشكل رئيسي على إدارة التغيير بالجهات المستهدفة والتعريف بالمبادرة والتشجيع على ممارسة النهج الرقابي الجديد وتعزيز الالتزام به ومعالجة التحديات والتواصل الدوري والمستمر مع فريق وزارة المالية لمعرفة مستجدات المبادرة، بالإضافة إلى رفع الوعي وتعزيز الرغبة من خلال التواصل المباشر مع منسوبي تلك الجهات واستقبال ملاحظاتهم والإجابة على استفساراتهم. بينما المديرون لديهم فهم شامل بالتحول ومستهدفاته ومراحل عمله، فهم الركيزة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في دعم الموظفين خلال رحلة التحول وتجاوز المعوقات، وتكمن أهمية دورهم في تقديم التوجيه والإرشاد والدعم لتمكين الموظفين من تحقيق التحول وتعزيز الاستدامة المطلوبة ومشاركة الخبرات معهم، إضافة إلى شرح أهداف المبادرة وفوائدها والرد على استفساراتهم. ثانياً، المصادر التابعة لوزارة المالية. تشمل المصادر التابعة لوزارة المالية معلومات يمكن الوصول إليها من خلال العديد من القنوات، منها الموقع الإلكتروني بما يشتمل عليه من صفحة خاصة بالرقابة المالية وكتيب تعريفي ودليل استرشادي ومنصة تدريبية، إضافة إلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما يقدمه موقع الوزارة من مصادر معلومات وأخبار على الوزارة. خصص الموقع صفحة خاصة بالرقابة المالية تمكن الزائر من الاطلاع على آخر أخبار تحول الرقابة المالية ومتابعة مستجدات المبادرة من خلال المكتبة الرقمية والمنصة التدريبية والمركز الإعلامي والكتيب التعريفي والدليل الاسترشادي. ويعد الكتيب التعريفي من أبرز المصادر التي تقدمها وزارة المالية كمرجع شامل للتعريف عن تحول الرقابة المالية، فهو يقدم شرحاً مبسطاً عن التحول وتاريخ الرقابة في المملكة، إضافة إلى الدور الرقابي لوزارة المالية والتعريف بتحول الرقابة المالية. ويشتمل الكتيب التعريفي على ثلاثة أبواب. الباب الأول يستعرض تاريخ الرقابة المالية ورحلة تحولها ودوافع التغيير لتطوير منظومة الرقابة المالية بالمملكة. الباب الثاني يوضح فيه الفوائد المرجوة من تطبيق التحول الرقابي الجديد ودور الوزارة فيه والدعم الذي ستوفره. والباب الثالث ويتطرق إلى مسؤوليات الجهات لدعم عملية التحول. ومواكبة للتطور التقني والأساليب الحديثة في التعليم، أطلقت وزارة المالية منصة تدريبية إلكترونية تساهم في تعزيز قدرات الموظفين في مجالات الرقابة، بما تقدمه المنصة من فوائد مثل تمكين التعلم الذاتي لمنسوبي الجهات وتقديم بيئة تعليمية مستدامة. وبناء على خصائص التحول، تضمنت المنصة العديد من البرامج التدريبية مثل برنامج الالتزام وبرنامج الرقابة الداخلية وبرنامج تحليل البيانات وأهميته في أنظمة الرقابة الداخلية وبرنامج إدارة المخاطر وبرنامج الحوكمة في القطاع العام، إلى جانب برنامج المراجعة الداخلية وبرنامج مراجعة تقنية المعلومات. واهتمت وزارة المالية بتطوير المنصة التدريبية لتتيح سهولة الوصول إلى المواد التدريبية والمعرفية بشكل فوري. بينما تتيح حسابات وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي التفاعل المباشر مع أخبار الوزارة والتعليق على الأحداث والتواصل مع المعنيين،
كما ستقدم تلك الحسابات أبرز مستجدات المبادرة وإنجازاتها. وبإمكان مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي متابعة حسابات وزارة المالية للاطلاع على المستجدات وآخر الأخبار، بالإضافة إلى طرح جميع استفساراتهم التي ستجد ردوداً من المسؤولين. إن هذا التنوع في مصادر المعلومات يأتي في سياق اهتمام وزارة المالية بدعم وتوجيه منسوبي الجهات في رحلة التحول.